الصدمة. اللبس والشكل والمظهر العام مهمين جدا مفيش شك، لكن للأسف في مننا ناس ما بتتعاملش مع بعض غير من خلالهم. طب ده بالنسبة للناس الكبيرة، لكن بالنسبة للأطفال هل هم كمان ينطبق عليهم نفس الكلام؟ تعالوا نشوف هيحصل ايه. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ جانا. حلاوتي. انت بسمك كام؟ اولى ابتدائي. فين ماما؟ فين بابا؟ بابا بيستريح. وماما؟ البيت. نجيب بعزمك؟ لا ازاي؟ عندك كم سنة؟ 7 سنين. واضح جدا انهم اتعاملوا معاها كويس جدا، وكان لازم نتدخل ونفهم. واضح ان حضرتك حبيت البنوته القمر دي. ازاي حضرتك؟ انت معانا في برنامج الصدمه. واضح ان انا صدمت فعلا. ما ترددتش بان انت تصاحبها وتتكلم معاها وتعبر لها عن حبك كده؟ عادي يعني، اكيد وهي عسوله جدا ما شاء الله يعني. تعالوا نشوف هيحصل ايه اما نغير شكلها. هو انت طبعا مش منقول ليه؟ ماشي لو سمحت، بس ما زلت مين؟ معرفش، هي كل شوية تيجي تسألنا الأسئلة بتمشي. اوكي ثانية واحدة بس، عايزين المانجر. اوكي. هي دي صدمة بجد، أما القلوب تشوف الشكل وتنسى الرحمة والإنسانية. مساء الخير. لا لا سمحتي، مش عايزة أطلع في التلفزيون خالص. ده إيه؟ لا مش عايزة أطلع في التلفزيون خالص. طيب اوكي لو سمحتي. اوكي. الطفل ملاك، سواء كان فقير أو غني، بس للأسف الملاك اتوجع بجد من قسوتنا، وده اللي حصل.